يسعد صباحكم عن جديد متابعينا، مكملين معكم صباحنا. وهلا رح ننتقل لفقرتنا الاولى وخصينا فيها الاطفال يلي بيعانوا من التأتأة. التأتأة هي اضطرابات لفظيه اكيد بتحدث عن خروج الكلام من عند الاطفال. هدول الاطفال يلي هنن اكثر شيء بيعانوا من التأتأة والاضطرابات اللفظيه لانهم اكثر تاثرا بالظروف يلي عم نعيشها. رح نعرف شو هي اسباب التأتأة وشو هي الاعراض يلي بيعاني من الطفل اثناء هي التأتأة، وشو امتى بنكون امتى بنحس انه هي التأتأة صارت خطيرة عنده. ورح نتعرف اكيد على طرق العلاج. معنا اليوم الدكتورة الاختصاصية التربوية حنساء البدوي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير دكتورة، اهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نتعرف شو هي التأتأة، شو هو اضطراب التأتأة؟ هلا نحن مثل ما حضرتك حكيتي، بس نقول تأتأة معناتها انا لازم اعرف انه هي اضطراب. طبعا الاضطراب بيكون ناجم عن القدرات العقلية او الماهية العقلية. الغالبية العظمى من الأشخاص بتعرف إنه التأتأة تختلف كلياً عن التلعثم، إلا إنه هنن يعني وجهين لعملة واحدة. فالتأتأة والتلعثم هن شيئين يعني ذاتيين. فالتأتأة هي عبارة عن عدم قدرة الفرد أو الطفل أو بشكل عام المراهق أي بيئة عمرية على التلفظ بالكلمة بنطق واحد، يعني الكلمة أني أحكيها بمسار واحد. مثل أنا اليوم إذا بدي أقول لك كيفك آنستي حتردي لي الحمد لله تمام. فهون الشخص اللي بينصاب بالتأتأة بصير عنده عدم القدرة على أعطاء الكلمة بما هي واحدة. طبعا وقت بقول أنه أنا ماني قادر على أني أعطي الكلمة، مو بضرورة أنه كل الكلام يكون بسحبة واحدة، يعني أنا مو بضرورة كل كلمة أعطيها بمنهج تأتأة أو تلعثم. ممكن يكون الكلمات اللي بتحمل حرف اللام، ممكن الباء، ممكن التاء. يعني اليوم أنا إذا بدي أقول لك كيفك ممكن كيكك كيفك، يعني أعطي الكلمة أكثر من مدى أو إطالة لحتى أقدر أتلفظها بالشكل الصحيح. خلينا نعرف دكتورة، يعني كتير أوقات بتصير أخطاء شائعة والأهل ما بيقدروا يفرقوا بين التأتأة والحبسة الكلامية. أوقات بيكون الموضوع خطير وبيستدعي لعلاج فوري، خلينا نعرف الفرق بيناتهم. هلا في حال كانت التأتأة أو الحبسة الكلامية مرافقة للطفل، فأنا لازم أعرف بأي عمر عم ترافق الطفل. هلأ التأتأة غالباً بنشوفها ببيئة السنتين لخمس سنوات عند الأطفال. إذا كان الناتج طبيعي، إذا بيكون الناتج طبيعي، الكلام طبيعي، هون بيكون الطفل بطور التقدم الكلامي، أو بتكون اللغة هلأ عم تنتج عنده، أو الماهيات الدماغية هلأ عم تتحاور عنده. أما بالنسبة للحبسة الكلامية، أنا هون عم بحكي عن منطق دماغي بحت. هلا طبعا لا شك انه الاثنين موصولين بالدماغ، ولكن الحبسه الكلاميه هي عباره عن سكتات دماغيه، احيانا ممكن تكون احيانا اضطراب دماغي، احيانا الوساطه الدماغيه او الاوتده الدماغيه او خليني اقول شرايين دماغيه بيكون صاير فيها مشاكل. شو بتكون اعراضها بالضبط الحبسه؟ هلا الحبسه الكلاميه انا ما عندي قدره ابدا على اني اتلفظ الكلمه. طبعا للحبسه انواع، ويعني انواع عده، ما فينا نفوت فيها تفصيليا لانه هي عديده وكبيره. ولكن الفرق بين التأتأة انه انا قادر على تلفظ الكلام ولكن عم بعطي اطاله او عم زيد بحرف او عم يصير عندي تشنجات بالوجه باللسان بالفكين، ولكن الحبسه انا غير قادر على لفظ الكلمه او غير قادر على الحديث بها. ممكن احيانا نشوف الحبسه الكلاميه بمبدا انه انا قادر اعطيكي كلمه، مثل اذا بنروح لزاويه بروكا او حبسه بروكا بيقول لك انا يعني بحب اللون هذا. هلا هي ببالي الكلمه بس هو هذا، بس ما عم بتذكر الكلمه. فبصير عندي نسيان او تشتت كامل للكلمه. انا غير قادر على نطقها، بس هي موجوده بس الدماغ ما عم يقدر يستدعيها. مثل وقت حدا مثلا بيكون عم يحكي بلغه مو لغته الام، تماماً لغه ثانيه. خلينا هون نركز دكتوره على نقطه، لما نحكي عن الاطفال الصغار يلي هلا مبلشين يحكوا، عم نشوف ضخ هائل باللغات، ان كانت انجليزي او ان كانت فرنسي وان كانت عربي. بنشوف الطفل عم يتشتت. ايمت نحن فينا نقول انه هو اضطراب، وايمت فينا نقول انه هو لا لما يتأتأ باي لغه من الثلاثه المتعلمه او الاربعه او اللغتين؟ خلينا نحكي، هل صح انه نحن انه بيقولوا لك الولد اسفنجي، شو ما علمتيه بيلقط، ولكن بعض الاحيان عم يتأثر هذا الشيء بتكوينه لكلمة، بتكوينه لجملة، عم يصير في نوع من التأتأة أو الوقوف
لتذكر الكلمات الصحيحة لتشكيل جملة. تماماً. مثل إذا هلا أنت قاعدة مع شخص أجنبي أو من دول أوروبا وعم تحاوري، فهو بيمتلك اللغة العربية أو قادر على التحدث باللغة العربية، ولكن لا يستطيع إعطائك اللغة بالطريقة اللي أنت قادرة تعطيها، لأنه ببساطة هي البيئة الأم لإلك أو قادرة تعطيها مثل ما أنت أخذتيها. هلا اللغات الأجنبية وقت من علمها نحن لأطفال عرب، ممكن الطفل يكون قادر يستوعب معك لغة اثنين ثلاثة، ولكن أنا هون عم بضرب المحيط الأول للطفل اللي هي لغة الأم، فبتلاقي أنه أنا قادر على أني أعطيك اللغة الأجنبية بكل سلاسة وبساطة، ولكن هون بصير عندي مشكلة باللغة العربية الأم، أنه أنا بصير عندي أحيانا ببعض الحروف تأتأة، لأنه تناول اللسان للغة الأجنبية أسهل بكثير من تناول اللسان للغة العربية. فمشان هيك منلاقي بعض الأطفال ممكن يصير عندهم مشاكل وتأتأة باللغة العربية إذا كان عم يتناول لغة. اضطراب طبعا هي اضطراب ناتج عن اللغة واضطراب عن عدم كيفية استخدام الطفل للغة. اليوم أنا إذا بخلي الطفل يتعلم لغة واثنين وثلاثة وما في إدارة صحيحة للغات أو استخدام اللغة بالوقت الصحيح، فأنا بكون عم بضرب عنده الماهية الدماغية ككل. معناتها هون صار الموضوع خطير وبيستدعي لعلاج. وقت منشوف نحن أعراض زادت عن حدها، خلينا نذكر الأعراض اللي حسسنا أنه هون الموضوع صار خطير وبيستدعي علاج، وشو بتكون هي أسباب هي الأعراض بالضبط؟ تمام. هلأ نحن عنا شيء، أول شيء اللي بدنا نقوله اللغة التأتأة الأولية أو التأتأة اللي بتكون بالبداية، هي التأتأة بتتناول الطفل من عمر السنتين لخمس سنوات. طبعا هون بتكون طبيعية، التأتأة طبيعية فيني أقول، وعبارة عن أنه تيار متناوب من الكلمات اللي عم يصير عند الطفل، وأنا هلأ عم رمم اللغة عندي، هلأ عم بتعلم، هلأ عم يصير عندي قدرة على الكلام. فممكن عدم قدرة الطفل على دمج الكلمات وراء بعض كجمل يعمل عنده متاهة، أو مثلا يعمل عنده عدم القدرة على ضبط الكلمة. فمتلاقي كتير أطفال قبل ما تحكي جملة أو قبل ما تحكي كلمة بتحط كلمة لك، فبيقول لك مثلا لك أنا مبارح أكلت بسكوتي، لك مبارح عملت لي ماما أكلة طيبة، فبيحط لك ليقدر يطلع الجملة بما هي صحيحة. أما بالنسبة للطفل بس يبلش يكبر أو يطلع عن عمر الست سنوات أو سبعة، هم نقول لا، نحن خرجنا من الطور البسيط والعادي للطور اللي أنا بدي أشوف فيه المراحل العلاجية. هلأ نحن دائما بنقول اختصاصي النطق وقت اللي بده يروح لعنده طفل بياخد المنحة العلاجي على أربع نقاط. أول شيء أنا بدي أشوف القدرات الدماغية للطفل أو الإنسان المصاب بالتأتأة. ثاني شيء بدي يروح للناحية السلوكية، بدي أشوف السلوك تبعه كيف. ثالث شيء الناحية العصبية النفسية. رابع شيء الوراثة، لأنه التأتأة مقرونة بالوراثة أكيد. يعني في كتير حالات التأتأة تبعها مقرونة بالوراثة. هلا 66% من الحالات التأتأة هي بتكون الطبيعية اللي بتكون قابلة للعلاج بكل أريحية، اللي بتكون بعمر الوسطي أو عمر الطفولة الأول. بس رحنا لجانب الوراثي، معناته أنا البيئة المغذية للتأتأة هي بيئة كبيرة أو عظيمة، فأنا بدي أحاول شوي شوي أسحب غطاء الوراثي، أشتغل على برنامج علاجي أقوى، برنامج علاجي عم يشتغل على المنحة النفسي والعصبي والوراثي ككل. فأنا بدي أشوف الدافع، بدي أشوف البنية، بدي أشوف القدرة عند الشخص اللي عم يتلقى العلاج. نعم دكتورة، كثير من الأشخاص يمكن في حالات أنه صار معهم تأتأة بسبب صدمة ما على صغر واستمرت معهم على كبر، هي ما لها علاج أبداً، وشو هي الصدمة اللي عملت لهم حالة بأنه ما يقدروا ينطقوا صح، يصير عندهم حالة من التأتأة حتى لو يمكن جابوا معدلات كثير مهمة بالجامعة وحتى بسوق العمل هن كثير أقوياء، ولكن استمرت معهم حالة التأتأة. خلينا نحكي عن هي الصدمة، وخلينا نحكي هل لها علاج ولا طبعا. هلا أنا بدي أحكي بندين إنه التأتأة ما هي شيء عم يظهر فجأة، كل إنسان عنده بوادر التأتأة ولكن كامنة. هي البوادر بتظهر على منحين، إما العصبي إما النفسي. فأنا وقت اللي بتظهر عندي بشكل نفسي معناته أنا تعرضت لصدمة نفسية، مثل أطفال الزلزال اللي صار سابقا، كتير أعداد صار عندها تأتأة أو حبسة كلامية ناتج الصدمة النفسية. أو العصبية اللي بتكون ناتجة كمان عن خلل بالدماغ أو الآلية الدماغية أو السكتات الدماغية، ممكن اللي بيتعرض لضرب بالرأس أو وقعة الطفل أحياناً على الأرض بشكل متتالي بيؤدي لتأتأة. طبعاً هذا الشيء ما بيظهر فجأة، بيبقى كامل لمرحلة من مراحل العمر.
ممكن تطول هي الفترة لحتى يظهر؟ طبعا اكيد هي برجع بقول لك كامنة بتكون، ولكن بيجيك شيء بيحرض الكامل ليطلع. والنقطة الثانية اللي بدي اقولها انه التأتأة غالبا الاشخاص بتعرف انه هي لا غير معالجة او ما عندي قدرة على اني اعالجها، لا مو صح، لانه هي بالنهاية كل شيء قابل للعلاج اذا انت كان عندك قدرة على تحمله او عندك قدرة على الاستجابة. فهي بس تكون نفسية المريض مرتاحة، عنده القابلية للدعم، تلقي الدعم من الاختصاصي اللي عم يعطيها، تلقي العلاج بسلاسة وسهولة وحتى بطريقة متتالية. يعني أنا اليوم ما فيني اليوم أنا عم باخذ جلسة علاج تأتأة أروح غيب 3 شهور وأقول أنا ما استفدت، لا طبعا، لأنه نحن ممكن تكون الحالة بحاجة 6 أشهر علاج أو 3 أشهر علاج أو 4 بس بشكل متتالي. يعني أنا ما عمل الملل أحيانا بيعمل كوارث عند الشخص. أكيد. يعني حضرتك ذكرتي دكتورة أنه هذا الشخص يلي عنده اضطرابات تأتأة يعتبر مريض، وبمجتمعنا نحن كثير يعني ممكن هي الكلمه ما حدا كثير انه يستوعبها، فممكن انه يتعرض ان كان الشخص طفل او شاب او مراهق انه يتعرض للتنمر او للمسخره بعض الاوقات من مجتمعه ومن المحيطين فيه من رفقاته. يعني هذا الشيء ممكن اكيد بده يسبب له تفاقم الحاله معه. خلينا نحكي هيك عن اليه معينه للتعامل مع هذا المصاب. تمام. هلا ذكرتي بس نقطه تنويها عندنا انه الطلاب الشاطرين والعباقرة يلي بينصابوا بنوبة تأتأة، فنحن 3/4 الطلاب الأذكياء عن جد بمرحلة من المراحل بصير عندهم تأتأة، والأدق أو بالأحرى مثل ما نحن بنقول الأعم بالمصيبة إنه يعرض لهجوم، يتعرض لهجوم. فأنا وقت اللي بتعرض لهجوم أو تنمر من المجتمع أنا بنزوي أو بصير بخفف كلام، وهون الكارثة بصير، لأنه أنا بس بدي عالج منظومة التأتأة أو شيء اسمه تأتأة أو تلعثم لازم يكون حدا قوي أو عندي القدرة على اني استجيب للمجتمع. حتى لو تعرضت للتنمر انا ماشي، ماني مستجيب، او اذا انا حدا حكاني كلمه انه انت اسكت يفضل، انه مالك شايف حالك كيف عم تحكي. للاسف كثير بنسمع حتى عند الشباب، يعني شباب وكونه الشاب او خليني اقول الصبي عنده عرضه للتأتأة اكثر من البنت، بنشوفها عند الصبيه اكثر من الفتيات. فبتلاقي انه دائما انا ما عاد بدي اروح على المدرسه لانه رفقاتي عم يضحكوا علي، او انا ما عاد بدي انزل على الجامعه فبكتفي بتقديم الامتحان من دون حضور، او مثلا باني اخذ الماده العلميه ادرسها بالبيت من دون ما اشوف دكتور او من دون ما اشوف حتى طلاب او اصدقاء. احيانا الاصدقاء القريبه ممكن تكون سبب بالعلاج، ممكن تكون شيء يعني مثل ما بيقولوا عم يؤدي لانتكاس اكبر، لانه انت بتتلقي دائما دعم من الاشخاص المقربين، بيكون الشخص المقرب هو اللي عم يأذي اكثر، فانت عم تتحملي هون الضغط النفسي مع الشيء اللي انت عم تعاني منه. فاكيد يعني نحن بنقول دائما انه لازم نتلقى كلمة مريض أو أطلق كلمة أنه هو عنده مشكلة بكل أريحية، لأنه كل شخص فينا معرض، ممكن ما يكون معرض لجانب خليني أقول الكلام أنه يصير عنده مشاكل، ممكن للجانب النفسي. بس دائما نحن بنقول أكثر شيء بيتعرض فيه الإنسان لوعكات صحية هي الصوت. يعني على سبيل المثال إذا نحن قربنا الخامة الصوت بتتأثر، إذا صار في سعلة بصير في خشونة بالصوت، صار في مرض الصوت هو اللي بيتأثر، لأنه هو الحبال الصوت هي جدا رقيقة ومهيئة، يعني أنا بأي لحظة ممكن أنصاب فيها. تمام. دكتورة خنساء خلينا نحكي بنقطة، كثير من الأشخاص غادروا البلد وهلا عم نشوف عودة الناس إلى سوريا، في أطفال كانوا يمكن خلقوا برات هالبلد وصار عندهم تركيز أكثر على لغة ثانية، في كثير من الأهالي ما كانوا فاضيين لحتى يعني يكونوا موجودين كل الوقت مع أطفالهم، نلاقيهم قاعدين على الآيباد على الموبايل عم يحضروا كارتونز بلغات عربية فصحى أو بلغات أجنبية، عم نلاقيهم عم ييجوا على البلد عم يتأتقوا، ما عم يعرفوا يحكوا، ما بيعرفوا، صار عندهم نوع من الصدمة نتيجة عيشهم ببلد غريب وأيضا نتيجة استخدامهم للسوشيال ميديا. خلينا نحكي عن هي الحالة لأنه كتير منتشرة، صح. خاصة اللغة العربية الفصحى، عم لاقي كل الأولاد بيجوا من برا، صح. عم يحكوا لغة عربية فصحى نتيجة الكارتونز يلي ونحن لا نتقبل الوضع، لأنه بالنهاية أنا وقت أقول لغة فصيحة فأنا لازم استخدم اللغة العربية الفصيحة عن جد.
فنحن المشكلة عند الأطفال إنه ما عم يستخدموا اللغة الفصيحة الصحيحة، عم يستخدموا اللغة الكرتونية أو التخاطب الكرتوني، فبتلاقي بيتفرج على سبونج بوب بيقلد تمام لون الحكي مثل بيقلده بالصوت. طبعا لأنه نحن دائما بنقول الطفل هو مثل ما حضرتك حكيتي إسفنجة، فهو عم يتلقى وبيغب الشغلات اللي قدامه أو محيطة فيه. فوقت أنا بكون ماسك الآيباد 24 ساعة فأنا إجباري بدي يتقمص الشخصية اللي قدامي. وطبعا نحن عم نحكي عن بعد 7 سنوات، لأنه قبل 7 سنوات وقت اللي بكون أنا ماسك الآيباد على فترات طويلة فأنا بصير عندي كارثة أنه أنا عم المنظومة النظرية أو خليني أقول ماهية النظر بتسحب أكثر من الماهية الصوتية. فأنا الطفل بيتعرض بهي المرحلة ممكن يكون لطفل شاشة أو طفل توحد شاشات، فهون عم يتأذى الدماغ ككل لأنه أنا عم بنظر للصور المتحركة ما عم بهتم باللغة. وحتى حاولي تشوفي الطفل وقت اللي بيكون قاعد على الآيباد أو بتحاولي تراقبي شوفي انه ما بيصدر اي صوت طول فتره المشاهده، لانه ببساطه انا عم بتلقى الصوره المتحركه او الالوان اللي عم تتحرك حوالي، ما بيهمني الصوت اكيد. حتى ما بينتبه شو عم يصير حواليه. طبعا يعني. ايه يعني خلص انا خارج المنظومه ككل. فوقت بتقولي لي انه طفل متاثر بمحيط خارجي، طبعا اكيد لانه هو ربي ببيئه مختلفه وحخليني اقول حمل اللغه المختلفه، واجا لهون بلش يشوف اندماج اجتماعي اكبر، اشخاص عم تحكي اكثر، اشخاص بتاخذ الحديث معه بطريقه ترابطيه اكثر. دائما نحن بنعرف او بنشوف انه الدول يعني او البلدان الاخرى ما بتتناول الحديث مع الاطفال او الجماعات العائليه مثل الدول العربيه ككل. نحن يعني شعب اجتماعي مثل ما بنقول بالفطره. إذا بتوقف الشغلة على تقمص اللغة العربية فهون ممكن نص مصيبة وناخد شوية فائدة طبعاً. بس ما إنه يصير الموضوع لتقمص الشخصيات وإنه بدهم يلعبوا دور هاي الشخصيات الكرتونية اللي عم يتابعوها. خلينا هيك ولو بنهاية فقرتنا ناخد بعض النصائح المهمة لكل شخص عم يعاني، للناس حتى اللي حواليه كيف ممكن إنه تعامله، أو حتى هو يعني ممكن يكون مضطرب نفسياً أو عنده عقدة من هذا الموضوع، ممكن يكون شخص واعي وكبير بالعمر ما يكون طفل وعم يعاني من هاي القصة. هلا نحن عندنا شقين، بعض الاشخاص وقت اللي بتكون معك اما ما بتحسسك بالمشكله اللي انت موجوده عندك وما بتدفعك لعلاجها، او بتحسسك بالمشكله الموجوده عندك بس باسلوب تنمر. يعني نحن لحد الان ما مسكنا طرف الحبل بالاسلوب الصحيح. فنحن لو استخدمنا الدعم النفسي بالتنويه للمشكله كانت الامور بالف خير. بنلاقي اغلب الاشخاص انه لا، انه انت عندك مشكله تابعه او شوف المشكله حلها وانا رح بوقف جنبك اسندك تابعك، حاول اني اعطيك الدعم النفسي، او انه قل له انا انه انت عندك مشكله ولكن هي المشكله قادر انت على تطويرها. فنحن دائما بنقول التماس العذر دائما للشخص يلي بيكون مصاب بالتأتأة اثناء الحديث، التمهل معه او اعطائه الاريحيه بالكلام، لانه غالبا نحن بنشوف التأتأة مرافقه لبعض الحركات. في شيء ادويه بتساعد؟ طبعا طبعا اكيد في ادويه. اذا كانت حاله التأتأة اكيد مرفقه بحاله نفسيه عصبيه، فهون بيجي دور الطبيب العصبي او الطبيب النفسي اللي عم يعطيه متناوبات من الادويه او هي القصص. نحن دائما بنقول تناول الاوميجا 3 بيساعد كثير بتخفيف هي الحاله. نحن بنقول التمارين الدائمه بانه الاطاله بالكلام، تحدث بهدوء، مراعاة الكلام أثناء الحديث به، أنه أنا انتبه للكلام قبل ما أحكي. منقول كمان أنه دائما الأهل ينتبهوا لهي القصة. الأهل بيصير ابنهم عمره 12 و13 سنة ما بينتبه أنه أنا ابني عنده تأتأة، بيجي بالمرحلة اللي صار الموضوع فيه متفاقم أنه أنا بدي عالج. وبتقولي له أنه العلاج ممكن يستمر من هي الفترة لهي الفترة، لا كتير أنا ما بتحمل. فهو ما عم يحاول يدفع الطرف الآخر لاستقبال العلاج. فنحن دائما بنقول إنه نحاول ندعم، نحاول نعطي البيئة الصحيحة، ونحاول نتقبل الطرف الآخر بالمجتمع، ونحاول نعرف إنه في ظروف صعبة أكيد. مرقت على أطفالنا، مرقت علينا، لازم نداريها. ونحن ببعض الأحيان فيها إنه نروح على أخصائيين. أي بالنهاية أي شخص بشغله إذا كان مجهد أو متعب بتلاقي بلحظة من اللحظات صار عنده تكرار للكلام بشكل عفوي. دكتورة إنه أنا تعبت يعني. دكتورة أكيد حديثنا كتير مهم ويطول، وأكيد ناطرين لقاءات تانية مع حضرتك. أهلا وسهلا. الله يسعدك. أهلا وسهلا فيك. كنت معنا الدكتورة خنساء البدوي الأخصائية التربوية. الله يسعدك. شكرا لك. أهلا فيك.